الفرداش في القانون، او الصوت اللي جاته يعني الصوت المتصل اللي هو ورا بعضه مش نقر بس، بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 2 1 بالشكل ده. في حالة ان احنا بنلعبه بطيء جدا في النهاية لازم يتلعب بسرعة، بعد ما نتمرن عليه بالشكل ده على نفس النغمة لحد ما نوصل لسرعة تسمعنا الصوت اللي احنا بنلعبه مقطع ده، يبقى اللي جاته متصل كده. يعني هنبتدي نعمل الفرداج بيخلينا نسمع صوت زي الجرس، يعني في حالة ان احنا هنلعب بالقانون اغنية فيها جمل متلحنة فيها ليجاتو، فهنحتاج اكتر حاجة شكل الفرداج زي ما كنا بنلعب مثلا الشكل ده. تعالوا نجرب فيه ان احنا نلعب اكتر من زمن، نشوف ايه شكل الصوت ده على مساحة اكبر في القانون.